أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية المباشرة والتي نتناول فيها الأحداث إقليميا ودوليا، ونبدأها بزيارة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر، والذي كان قد استقبله فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، حيث يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر الاتحادية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية. كانت قد أقيمت مراسم استقبال رسمية لأمير دولة الكويت بقصر الاتحادية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بوصول الأمير الكويت، وعزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمير الكويت لدى وصوله مطار القاهرة الدولي في زيارة دولة على رأس وفد رسمي يضم كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير الخارجية وكبار المسؤولين بالديوان. هذا وقد منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية. وتعد زيارة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر هي الزيارة الرسمية الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر من العام الماضي. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل مساء الخير. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على سامع المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني نتحدث عن زيارة أمير دولة الكويت إلى القاهرة، هناك تاريخ ممتد للعلاقات المصرية الكويتية، هذه العلاقات تحظى بطابع خاص، يعني علاقات ممتدة وتضرب بجذورها في عمق التاريخ. هذه الزيارة تحظى بأهمية خاصة، تعد الأولى للشيخ سمو الشيخ أمير دولة الكويت إلى مصر، تعليق حضرتك على هذه الزيارة وما تحمله من دلالات؟ هو طبعا زيارة مهمة جدا من أمير الكويت، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت هي الزيارة الأولى للأمير بعد توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت. طبعا التاريخ مصر والكويت تاريخ طويل جدا، يعني مصر من أوائل الدول اللي اعترفت بدولة الكويت وأقامت سفارة مصرية في الكويت عام 61. الكويت كان ليها دور مهم جدا في وقوفها بجانب الدولة المصرية بعد نكسة 67، وكان في عناصر من جيش الكويت كان بيقاتل بجانب الجيش المصري في حرب اكتوبر 73. لما حصل الغزو العراقي على دوله الكويت كان قوات المسلحه المصريه متواجده، وكانت اول قوات تخش تحرر العاصمه الكويت وترفع علم الكويت عليها والعلم المصري ايضا. وطبعا بعد 30 ثوره 30 يونيو العظيمه كان دوله الكويت كان ليها موقف واضح وثابت مع الدولة المصرية، وقدمت الكثير من الدعم للدولة المصرية، دعم اقتصادي ودعم ايضا خارجي على مستوى العالم. وده اللي اكده دايما وكان بيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته وفي كل كلماته، وتوجيه الشكر المستمر لدولة الكويت لدعمها للدولة المصرية. طبعا هذه الزيارة بتأتي في وقت صعب. نعم. وقت صعب للمنطقة بشكل عام، ووقت صعب للدول العربية، يعني خاصة في ظل ما ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية. نعم. والمطلوب يبقى في رأي عربي موحد ضد ما يحدث، وأيضا العمل على الضغط على الدول الكبرى وخاصة الدول الفاعله والدول المؤثره على اسرائيل، ومن اجل الوقف الفوري للعمليات العسكريه. طبعا ايضا هذه
هذا اللقاء بيأتي قبل أيام من القمة العربية اللي هتعقد في المنامة في البحرين. فزي ما بقول لحضرتك إن لازم يكون في تنسيق عربي عربي قبل هذه القمة بين الدول العربية بعضها البعض، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة بالفعل مؤثرة، والمرحلة اللي احنا فيها هي مرحلة مؤثرة، والهدف من هذه اللقاءات هو توحيد الصف العربي، توحيد الرؤية العربية. هناك العديد من الأزمات لأكثر من دولة عربية، يعني في ليبيا، في السودان، في اليمن، في سوريا، في العراق. إذا يتطلب كل ده توافق عربي عربي من أجل العبور بالأزمات اللي بتمر بالمنطقة العربية خاصة. نعم أستاذ جميل، يعني كما ذكرنا هذه الزيارة الأولى لأمير دولة الكويت بعد أن تولى مقاليد الحكم في شهر ديسمبر الماضي، برأيك كيف تؤسس هذه الزيارة لمرحلة جديدة ورؤى مشتركة حول مجمل الملفات؟ هو بالطبع زي ما احنا قلنا هي زيارة مهمة جدا وتأتي في توقيت مهم، وطبعا هذه الزيارة بتأكيد من دولة الكويت وأيضا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على المزيد من التعاون بين مصر ودولة الكويت، والعمل على زيادة التعاون في كافة المجالات وخصوصا في المجال الاقتصادي والمجال الاستثماري، بدليل ان الدولة المصرية في الوقت الحالي لديها بنية تحتية حقيقية قوية في مجال الاستثمار ومجال المشروعات القومية الكبرى، واحنا شايفين العديد من الاستثمارات بدأت تنجذب ناحية الدولة المصرية، بدليل بحيث ان مصر اصبحت دولة مستقرة، دولة آمنة، تمتلك القوة والقدرة في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة اللي كلها أزمات. وأيضا في مصر هناك أيضا بجانب الاستقرار هناك مجالات عديدة للاستثمارات، وطبعا في الشركات، العديد من الشركات الكويتية تعمل داخل الدولة المصرية. دولة الكويت هي ثالث دولة فيها استثمارات عربية داخل الدولة المصرية، إذا في مجالات عديدة في هذا الإطار وفي هذا المجال اللي هو المجال الاستثمار ومجال الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين، وده شيء في غاية الأهمية في الوقت الحالي. نعم أستاذ جميل، يعني تنسيق المواقف المصرية الكويتية حول مستجدات الأحداث سواء إقليميا أو دوليا، يعني إلى أي مدى سيكون التواصل والتشاور بين مصر والكويت حول هذه المستجدات حاضرا على هذه الزيارة، وأيضا تنسيق المواقف المصرية الكويتية من حرب غزة كيف ترى معطياتها، وإلى أي مدى يكون هناك إيجابيات لحل هذه الأزمة؟ هو بالطبع احنا شايفين ان مصر والكويت في توافق وتطابق في وجهات النظر فيما يخص القضية الفلسطينية، العمل الفوري على وقف العمليات العسكرية، العمل على إنفاذ أكبر قدر من المساعدات وحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وقف دولة فلسطينية على حدود 1967. من المعروف أيضا أن دولة الكويت من الدول التي تقدم المساعدات الكبيرة لقطاع غزة من خلال طبعا الجسر الجوي اللي بيتم في مطار العريش الدولي، في العديد يعني يوميا تهبط العديد من الطائرات الكويتية محملة بالأغذية والمواد الأساسية لقطاع غزة. إذا التوافق وتطابق الرؤى بين الدولتين ده واضح وصريح في كل المواقف اللي بتتم في الوقت الحالي. هناك طبعا التنسيق الكامل اللي بينهم، يجب ان يكون هناك ضغط على او استخدام كل الادوات للضغط على الدول الغربيه للضغط على اسرائيل لوقف العمليات العسكريه. التنسيق ده مهم، ومهم ايضا قبل انعقاد القمه العربيه في المنامه. طبعا بجانب بقى التنسيق ده في التنسيق الامني اللي بين الدولتين، يعني في بالفعل تنسيق امني كبير بين الدولتين، وزي ما قلنا الرئيس اكد عليها قبل كده ان امن الخليج وامن دوله الكويت لا ينفصل عن امن القوم يعني مصر. نعم استاذ، يؤثر بشكل كبير على الامن القومي المصري. نعم استاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.
مشاهدينا ننتقل إلى الملف الثاني في هذه التغطية، وهو جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد الجولة السابعة له، حيث زار فيها المملكة العربية السعودية ويزور الأردن وإسرائيل. للمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة الدكتور فراس العجارمة رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني عبر سكايب. دكتور فراس مساء الخير. دكتور فراس العجارمة رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، حضرتك سامعني؟ نعم سامعك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني نتحدث عن سابع زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط منذ أن بدأت حرب غزة. هل تعتقد أن هناك أمل أن تحرز هذه الزيارة السابعة له أمل في أن يتم وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بالنسبة لقطاع غزة، وأيضا إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع؟ سيدتي مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. تأتي هذه الزيارة السابعة في توقيت خاص، هناك ضغط من الحركات الطلابية والمجتمع الأمريكي، هناك ضغط من المجتمع الإسرائيلي والمظاهرات اليومية في تل أبيب، هناك تخوف أردني مصري من اقتحام رفح في عملية برية، هناك طلبات كثيرة لزيادة حجم المساعدات، الوضع في الضفة الغربية أيضا مصدر قلق كبير للأردن. تأتي هذه الزيارة بعد أن تم الاجتماع مع اللجنة السداسية في الرياض، وعشية يعني هذه الأيام ستدخل الحرب في شهرها الثامن، وهي لم تحقق شيء من الأهداف الإسرائيلية التي أعلنت عنها إسرائيل منذ بداية الحرب. نعم. ألا وهي القضاء على المقاومة وإعادة الأسرى. فتأتي هذه الزيارة في توقيت خاص، وأعتقد أن المقترح المصري هو الذي سيكون على طاولة المفاوضات بقوة. نعم دكتور فراس، يعني لماذا دائما يستبق نتنياهو أي زيارة أمريكية بإظهار مواقفه الرافضة لأي حلول وتأكيده على المضي قدما في حربه على قطاع غزة؟ سيدتي نتنياهو له مصلحة في إطالة أمد الحرب وإطالة لأن كلما طالت أمد الحرب طال أمد حكومته، وهو يبحث عن نصر يعود به إلى الشارع الإسرائيلي لمحاولا أن يكفر عن تهم الفساد الموجهة إليه وعن تهمة التقصير في وتحمل مسؤولية ما جرى في 7 أكتوبر. فلذلك نجده دائما يضع العصي في الدواليب لعرقلة أي حلول قد تفضي به في اليوم التالي إلى السجن. نعم. وإلى حل حكومته وانتخابات مبكرة. نعم. دكتور فراس، يعني هناك تعنت دائما من جانب نتنياهو، خاصة إعلانه الإصرار على العملية البرية لرفح الفلسطينية. هل زيارة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط هل تعتبرها منع أم دعم لهذه التصريحات من وجهة نظرك؟ أعتقد أنها الفرصة الأخيرة، إذا لم يتم إجبار الجانب الإسرائيلي على الأخذ بالمقترح المصري القاضي بهدنة لمدة عام وإعادة المختطفين والشروع ببدء عملية سلام دولية تحت رعاية دولية، أعتقد أن هذه ستكون الفرصة الأخيرة، ويجب على الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية أن تضغط بقوة على حكومة نتنياهو لأن يكون هناك هدنة دائمة في غزة. نعم دكتور فراس، يعني هل مناقشة ما بعد الحرب ستكون حاضرة على أجندة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في منطقة الشرق الأوسط خلال هذه الزيارة؟ لا أعتقد خلال هذه الزيارة، لأن لا يوجد ملامح أولية لنهاية هذه الحرب. من السابق لأوانه التحدث ما بعد الحرب، مع أن هناك وجود إرهاصات من حركة المقاومة أنها تقبل ب وتدخل مصري أردني في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن الموضوع الرئيس هذه الأيام
هو العملية البرية في رفح، يجب أن يتم وقفها وتجاوزها بأي حال من الأحوال، لأنها كما تعلمي 60 كيلومتر مربع من الأرض، 1.5 مليون من البشر، هذه ستكون مأساة وتكون شلالات من الدماء. نعم، هل تعتقد أن هذه الزيارة ستعزز من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار ومحاولة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة المحاصرين هناك؟ نعم، أعتقد أن هناك جهود حقيقية في هذه المرة، لأن كما أسلفت الوضع في الولايات المتحدة بدأ يتجه اتجاهات معادية لما تقوم به دولة إسرائيل. أيضا في تل أبيب بالمظاهرات لأهالي الأسرى والجهات الداعية إلى وقف الحرب ومبادلة الأسرى، أيضا أصواتها مرتفعة هذه الأيام. أيضا نشهد تصعيد في الجبهة اللبنانية، نعم، وهذا أيضا لا يريد أي أحد من أطراف النزاع في المنطقة أو من دول الإقليم أن يتوسع هذا الصراع وأن تصبح حرب إقليمية. لو تحدثنا عن أزمة البحر الأحمر وتأثيرتها على الاقتصاد العالمي، يعني من وجهة نظرك كيف سيكون التعامل معها خلال المرحلة المقبلة؟ سيدتي، التعامل منذ اليوم الأول كان هناك تحالف دولي لحماية السفن التي تعبر من هذا المضيق. الحوثيون يعتدون بين الفترة وأخرى على سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل. أيضا هذا أعتقد أنه من الأسباب الضاغطة على ضرورة وقف الحرب في غزة وإعلان عدنا دائما. نعم دكتور فراس، يعني كي تتوقف هذه الحرب ما الذي ينبغي على واشنطن فعله للضغط على إسرائيل؟ يا سيدتي، كما تعلم أن إسرائيل هي الحليف الأول وهي المدللة وهي صاحبة الرعاية وهي تقتل الفلسطينيين بأموال أمريكية وبقطع غيار أمريكية وبطائرات أمريكية، وأيضا في قبل أسبوع من الآن تم إقرار حزمة مساعدات بمقدار 26 مليار دولار إلى الدولة العبرية وإلى هذا الكيان. فالولايات المتحدة لديها أوراق ضغط كبيرة على إسرائيل، وأنا باعتقادي أن الولايات المتحدة يجب أن تراعي مصالحها الأخرى أيضا في نعم. المنطقة العربية. نعم دكتور فراس، ولكن بالنسبة لهذه الزيارة ماذا في جعبة بلينكن هذه المرة فيما يخص منع الصراع من الانتشار والتوسع؟ يا سيدتي، الزيارة ما زالت قائمة، والزيارة لم يخرج إلى الإعلام لغاية الآن تفاصيل أعم. ننتظر للغد لنرى ما أفضت عنه المفاوضات، ونتأمل أن تكون جهود اللجنة السداسية وأيضا جهود جمهورية مصر العربية والجهود الأردنية والقطرية أن تساهم، والسعودية أيضا التي نشطت في هذه الأيام أن تساهم في الضغط على الإدارة الأمريكية لتفهم خطورة الوضع إذا ما انفجر في الضفة الغربية، وإذا ما تم الدخول البري إلى رفح، وإذا ما تم توسيع الحرب على جبهة جنوب لبنان. ستأخذ الإقليم كله إلى ثقب أسود لا أحد يعلم نهايته. نعم دكتور فراس العجارمة، رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لحضرتك. في إطار جولته السابعة في المنطقة لبحث الأزمة في الشرق الأوسط، يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة في المنطقة لبحث فرص التهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. وفي الأردن يبحث بلينكن سبل زيادة المساعدات لقطاع غزة، ويوجه الشكر للمملكة ذات الموقع الجيوسياسي المهم على دورها في الحد من الاشتباك بين إيران وإسرائيل منتصف الشهر الجاري. ويحل بلينكن في عمان بعد محادثات معقدة دول الخليج في الرياض في إطار جولته السابعة في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي. ويلتقي بلينكن بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وكذلك سيجريت كاخ منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. ويتوجه بلينكن في وقت لاحق إلى إسرائيل، حيث سيناقش المفاوضات الأخيرة التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وكان بايدن حذر إسرائيل من أن الدعم المستقبلي على المحك بعد أن أدت غارة إسرائيلية في الأول من أبريل الماضي إلى مقتل 7 عمال إغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمية. وقالت الولايات المتحدة
إن إسرائيل اتخذت خطوات منذ ذلك الحين، بما في ذلك تحسين التنسيق مباشرة مع منظمات الإغاثة العاملة في غزة. لكن الوضع لا يزال مزريا في غزة، حيث نزحت الغالبية العظمى من السكان، في حين حذرت الأمم المتحدة من تفجر مجاعة وشيكة. تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الأمريكية أنها وجدت 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة، في إشارة إلى الضفة الغربية قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر من العام الماضي. بموازاة حرب الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، تصعد إسرائيل والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في عدة بلدات في الضفة، حيث اقتحمت القوات مخيم عسكر شرق مدينة نابلس ونشر قناصته في محيط المخيم وداخله، واندلعت مواجهات بين السكان وقوات الاحتلال في جنين، كما توغلت قوات الاحتلال في بلدة سيلة الظهر جنوبا بعدد من المركبات العسكرية وداهمت عددا من المنازل فيها دون اعتقالات. وفي مدينة الخليل داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات، كما اقتحمت بلدة عنبتة شمال طول كرب. ويواصل الاحتلال التضييق على الفلسطينيين من خلال الاقتحامات المتكررة لمناطق الضفة الغربية والاعتقالات الواسعة. ومع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية، قالت الخارجية الأمريكية أنها وجدت 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة، في إشارة إلى الضفة الغربية قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر. لكن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية زعم أن 4 من الوحدات عالجت الانتكاهات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة 5، وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أكدت في بيان لها أن عدد المعتقلين تجاوز 850 منذ أكتوبر الماضي، فيما تخطى عدد الشهداء 490، وبلغ عدد المصابين 49,000 فلسطيني بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور أمين المشاقبة الأكاديمي والوزير الأردني السابق. دكتور أمين مساء الخير، نتحدث عما يحدث في قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي تنتهكها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. يعني هل تعتقد أن واشنطن بتملك حاليا أوراق للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الحرب، خاصة في ظل ما يبدو من خلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين الحين والآخر؟ الكلمات التي استخدمت أو تستخدم من قبل وزير الخارجية والإدارة الأمريكية اليوم هو نقطتين: التركيز على وقف إطلاق النار وعلى إخراج الرهائن. ولا زالت يعني نتحدث عن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، زي ما تفضلت هناك العديد من المجازر اليومية، وهناك من يعني 206 أيام تقريبا لا زالت الحرب مستعرة في القطاع، وبالتالي إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، وبالتالي الولايات المتحدة لفظيا تنادي بوقف إطلاق النار لكنها لم تستخدم أي أوراق بيدها للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. نعم دكتور أمين، يعني هل تعتقد أن هناك نظرة تفاؤل حيال المفاوضات وتقديم مرونة من الطرفين من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؟ نعم، يعني الجولة الأخيرة هناك توقع لانفراج من خلال المبادرة المصرية، لأنه مصر إلها يعني باع طويل في التعامل مع الإسرائيليين ومع حماس عبر فترات طويلة من الزمن، وبالتالي وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع والاتفاق على إطلاق الرهائن وإخراج بعض السجناء من السجون الإسرائيلية. ويقول
بلينكين انه من الضروره بمكان على حماس ان توافق اليوم او غدا على هذه المقترحات المقدمه في المبادره المصريه والتي تم التعديل عليها باشكال مختلفه. هناك يعني انسحاب جزئي لاسرائيل من نتسريم، من خط نتسريم، اضافه الى الابتعاد عن مراكز المدن والسماح للفلسطينيين بالعوده الى الشمال. لكن يعني الصراع الداخلي داخل اسرائيل بين اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير، نعم، الذين يهددان ويبتزان رئيس الوزراء نتنياهو بالانسحاب من الحكومه اذا اوقفت الحرب واذا لم تدخل اسرائيل رفح. وبالتالي يؤكد رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم انه حتى لو صار في هناك اتفاق او هدنه الا ان دخول رفح سيكون اجباريا او اساسيا بالنسبه الى اسرائيل. وبالتالي هناك الجناح العسكري اليوم يتجه نحو ضروره وقف اطلاق النار والموافقه على الاتفاق، لانهم يروا ان اخراج السجناء او المختطفين الاسرائيليين أولى من عملية اجتياح رفح. وبالتالي هناك صراع يعني سياسي عسكري يميني متطرف يعني يؤثر على مجرى سير الأمور. ولكن أعتقد أنه الآن حماس في مرحلة يعني صعبة جدا وعليها أن توافق، كذلك إسرائيل في مرحلة صعبة جدا، لأن إسرائيل خسرت الرأي العام العالمي وخسرت الرأي العام الأمريكي. ما نراه في الجامعات الأمريكية اليوم يؤشر إلى تبدلات جذرية في الرأي العام لدى الشارع الأمريكي وبالذات لدى الجيل الجديد. وهون نقول أن إسرائيل تنزع نحو تدمير المنطقة، يعني كان على جنوب لبنان أو على الضفة الغربية أو على محاولة تهجير أكبر عدد ممكن من أهل قطاع غزة إلى أي مكان، هذا كله محاولات لتفجير المنطقة، وهذا لا يستقيم. لا يستقيم إذا أرادت إسرائيل أن تحيا في المنطقة عليها أن تقبل بوجود دولة فلسطينية مستقلة. نعم دكتور أمين، يعني لو تحدثنا عن زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط، هل هذه زيارة تختلف عن سابقتها قياسا إلى توقيتاتها ومعطياتها والظرف الذي المواكب لهذه الزيارة هذه المرة؟ نعم، يعني هو جاء إلى الرياض والتقى بوزراء الخارجية العرب الستة الممثلين عن قمة الرياض سابقا، وتم التباحث في ضرورة وقف إطلاق النار والحديث عن إخراج الرهائن وإنهاء الاحتلال من خلال عملية سياسية تؤدي في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية. ما صرح به اليوم في عمان هو انه هناك شاحنات ستنقل المساعدات الإنسانية الى رفح، الى غزة بشكل عام، عبر معبر بيت حانون عبر الأردن يعني بريا. ستصل اليوم هذه الشاحنات، هذا تحدث به اليوم. وتحدث على انه خلال اسبوع سيتم فتح الميناء العائم داخل على الشواطئ غزة بشكل عام. إلا أنه يعني كل التصريحات التي صدرت من وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية المصري تدفع باتجاه أن يكون هناك وقف إطلاق نار، إضافة إلى حلحلة مشكلة الرهائن والبدء بعملية سياسية طويلة المدى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بشكل عام. لكن أعتقد أنه هذا المعلن، أعتقد أن الرؤية الأمريكية تتعلق بصفقة أكبر على مستوى المنطقة، وهو عملية إدخال المملكة العربية السعودية إلى باب السلام والتطبيع مع إسرائيل، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون هناك تدويل لما يجري في غزة، لأنه حماس عسكريا اليوم أصبحت غير مقبولة، وبالتالي ستتحول إلى حزب سياسي أو إلى تنظيم سياسي، وهذا سيخلق إشكالية لدى حماس على الرغم
من يعني المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. أعتقد أنه الحكي أو الموضوع أكبر من موضوع وقف إطلاق النار. نعم دكتور أمين المشاقبة الأكاديمي والوزير الأردني السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا انتهت تغطياتنا على شاشة قناة النيل للأخبار هذه الساعة، على رأس الساعة بانوراما إخبارية شاملة، انتظرونا إلى اللقاء.